بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قناة الأخ القارئ إسلام بن وبر الحضرمي تقدم تسجيلاً مباركاً للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بصوت الأخ القارئ يسلم بن وبر الحضرمي، تلاوة طيبة تخشع معها القلوب وتلين لها الجلود، كلام رب العالمين. والآن نترككم مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.